فتحت البوابات واندفعت هذه الأسماء في اندفاع على مسافة 1400 متر مفتوح الدرجات بحثا عن انتصار جديد في هذه المواجهة. مشاهدينا متابعينا الكرام، لمن التقدم في هذه اللحظات؟ هنا البحث يأتي من مجزول في الجزء الأيسر، كذلك محاولة تقدم الأجدلي في هذه المواجهة، كذلك أميري في المسار الداخلي مع محاولة أسينسيون في المركز الرابع في هذه اللحظات، محاولة الوحلة في المركز الخامس، تقدم كذلك لسيف أنيس أيضا في هذه الوضوح للصورة الآن، الصدارة لأميري بشار بن محمد عيش الطيار في المركز الأول. هنا المطاردة تأتي من الأجدلي في المركز الثاني مع محاولة مجوز الذي يبدأ في المركز الثاني، مجوز مع كاميليوس من الخارج، التحاذي بين هذا الثلاثي أميري وكذلك الأجدلي وأيضا مجوزل في الاقتراب من المنعطف الأخير. التنافس يشتد أكثر فأكثر هنا في الأربعمائة متر الفاصلة هنالك أيضا عطاك الله يبحث عن الطريق هنا الدخول. مجوزل يتقدم لانتزاع الصدارة، مجوزل يتقدم لانتزاع الصدارة، هنالك استحثاث للأنوران للقدوم بقوة والاندفاع. مجوزل الذهاب والخوف من الأنوران الذي يبدأ في الدخول والظهور الآن بشكل واضح. إذن الأنوران مشاهدين الكرام يذهب للانتصار الأول في سجل السباق.